لو الحكاية فيها إن فيديو. إحنا أنتوا جايين النهاردة ليه؟ لا أنا مش باجي النهاردة، بس أنا كل يوم باجي. أنا كل يوم باجي أقعد هنا، بالأخص كل يوم جمعة باجي أقعد هنا. عايزة أحس وعايزة الرئيس مبارك جوه يحس إن في حد على الأقل من الشعب فاكر الجميل، فاكر عشر 30 سنة، فاكر حاجات كتيرة أنت عملتها كويس يا رئيس، وشاف مصر قبل حكمك وشاف مصر بعد حكمك. يعني أنا من أيام عبد الناصر وأنا شفت بلد أيام الحرب، يعني أنا شاهد عيان من يوم ما حلف اليمين لغاية ما تنحى أو تخلى على الحكم، فأنا لا أقدر أحكم، فما أقدرش إن أنا كنت لما كنت في طورة كنت نفس الحكاية بروح أقعد قدام طورة. النهاردة أنا جيت كل يوم باجي أقعد هنا، وكل أملي إن شوية عدل، لأن يمكن الحكم الأولاني الناس ما كانتش عارفة معظم الحقائق، دلوقتي ابتدأت تتكشف للناس كتيرة، فهو العدل بتاع ربنا اللي أنا طالباه. وبرضه في النهاية أنا كاتبة هنا أيا كان الحكم هفضل أحبك طول العمر، طول عمري أنا، لأن أنا بتمنى أنا أموت قبليه هو. شكرا. انا ممكن اروح اقعد عند البتاعه دي وتاخدني صوره على جنب المستشفى. ايوه.